نصيحة المثمر، ناخذ العبرة من الخبرة. اليوم كما تشوفوا تنتواجدوا في واحد الحقل ديال القمحليين، وجينا نهضروا على واحد الموضوع اللي هو الوقت ديالو دابا، اللي هو قشة الحصاد واللي بدات عندنا في الاقليم. هنايا جينا نهضروا لكم على العلامات اللي كتخلينا الواحد الفلاح يتسائل وقتاش حنا الوقيته المناسبه باش نحصد فيها. هنايا كما تشوفوا عندنا ان الزرع طايب بالعين، ملي كنشوفوا بالعين ان الزرع كيبان لنا طايب، ولكن كاينين بعض المؤشرات اللي كيبين لنا واش هي الوقيته المناسبه ديال الحصاد ولا لا. اولا كما تنقولوا الرطوبه ديال الزرع هي اللي تحدد لنا واش الوقيته المناسبه ولا لا. الرطوبه كتكون عامه ما بين 12 حتى 14%، هذا تيخلي ان الفلاحه مثلا اللي ما عندهمش لاباراي ديال باش يحسبوا به الرطوبه ديال الحبوب، تاي عندهم واحد وعندهم طريقه ديالهم، هي انهم الحبه ملي كيكونوا تيشدوا السبوله تيفركوها تتفرك دغيا، الحبه ملي تيديرها من بين سنانو دغيا تتهرس تيبين على انها طايبه. حاجه اخرى هي انه الساق، مثلا ملي تنهزوا الساق عندنا الساق دغيا تتهرس، ملي تنديروها دغيا تتهرس الساق، هذا تيدل على انه النبته انها كامله طايبه من الفوق حتى لتحت، وهذه هي العلامه والمؤشر الوحيد ديال انها راه هذه هي الوقيته ديال الحصاد. بالنسبه للناس اللي غادي يباشروا هذه العمليه، هذه النصائح اللي نقدروا نعطيهم هي انهم يريقلوا الماكينه مزيان، يريقلوا مزيان، يزيتوا مزيان الماكينه ديالهم، لحقاش الضياع في عمليه الحصاد في المغرب تقدر يوصل حتى 20%. 20% راه واحد العدد اللي هائل بزاف، اللي هي واحد النسبه اللي كبيره، وبالتالي حنا تنصحوا الناس انهم الشيفور يكون معلم، يعني في السوق ما يسوقش بالزربه، يريقل الماكينه مزيان ويقاد الريقلاج مزيان ديال الماكينه، وهادشي هذا كامل باش نتفاداو الضياع ويكون عندنا واحد المردوديه وانتاج مزيان، نتفاداو في نفس الوقت انه نحصدو ملي كيكون الزرع مازال الرطوبه ديالو عاليه، لانه غادي تزادو عندنا مصاريف ديال التنشاف غادي خصنا ننشفو. اما الا خليناه في الارض والرطوبه ديالو هبطات على ما بين 12 14% تيكحل وتتولي الحبه ما غير صالحه للاستهلاك وما تتباعش ليك ما تتباعش ليك الزرع ديالك. وتنشكركم على التتبع ديالكم.